بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله مسألة. اقرأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم المقدرين، آمين. مسألة: أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، واستدل لهم بقراءة الحسن: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله بنصب يدركه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله مسألة، أي هذه مسألة. فمسألة خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه مسألة. أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواب نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط. طبعا يا سيدنا شيخ فهمي، في عندنا فاء اسمها فاء السببية، دي تنصب الفعل المضارع. أقول ذاكر فتنجح، لا تهمل فترسب، ولابد أن تسبق بنفي كقوله سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا، أو تسبق بطلب، يعني أمر أو نهي أو استفهام. الشاعر قال يا ناقو، يعني يا ناقة، سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. فنستريح دي اسمها فاء يا شيخنا السببية. الفعل بعدها بينصب بأن مضمرة وجوبا على رأي البصريين، وتنصب بالفاء على رأي الكوفيين. فالكوفيون قالوا يجرون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه، على قراءة الحسن البصري رحمه الله. ودي قراءة شاذة، والمقصود بشاذة يعني وافقت الاستعمال وخالفت القياس، فهو شاذ مقبول. فسيدنا الحسن قال إيه؟ يدركه بالنصب على إن ثم دي معناها الفاء، يعني فيدركه يا شيخ، ها؟ زي الآية القرآنية اللي احنا قلناها منذ قليل، أيوة، لا يقضى عليهم فيموتوا. وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب، مجراهما يعني الواو والفاء، يعني الواو برضو عندنا ناصبة يا شيخ، اللي تسمى واو المعية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، كما قالوا يعني في المثل المشهور عند النحاة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تأكل السمك مع شربك اللبن. طيب، فأجاز في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم، قال يا شيخنا، يغتسل في يغتسل وفي يغتسل، يعني في ثلاث أوجه، يعني الرفع بتقدير ثم، يبقى ثم هو يغتسل، على أن دخل على جملة إيه؟ اسمية يا شيخ، ثم هو يغتسل. طيب، والنصب والجزم على موضع فعل، على موضع يا شيخنا فعل، يبقى الحديث بيقول يا شيخنا لا إيه؟ لا يبولن. فالفعل ده يا شيخنا مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، الاتصال مباشر بس لكن في محل جزم، لأن لا دي ناهية، فاهم يا شيخنا؟ يعني هو في محل جزم، صح يا شيخنا؟ هو مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، اتصال مباشر، صح يا شيخنا؟ في محل جزم. طيب، وبعدين ايوه،
والكسر معطوف على المحل يرد. ايوه، والجزم بالعطف على. طيب والنصب باعطاء ثم حكم واو الجمع. واو الجمع تعريفها يا شيخ؟ لا تنع عن خلق وتاتي مثله. طيب اقرا كده. فتوهم تلميذه الامام ابو زكريا النووي رحمه الله ان المراد والماء النووي بدا يا شيخنا. يقولون ان لما دخل الدرس وكان ابن مالك ينظم يعني، فقال ايه ورجل من الكرام عندنا، فسبحان الله يعني كان بيحب تلميذه فيعني اثنى عليه، قال رجل من الكرام عندنا، ده في مسوغات الابتداء بالنكره يعني. اي نعم، كمل يا مولانا. ان المراد اعطاؤها حكمها في افاده معنى الجمع، فقال لا يجوز النصب لانه يقتضي ان المنهي عنه الجمع بينهما. ايوه ده كلام مين؟ كلام الامام النووي يعني. هو توهم ان المراد اعطاء حكمها في افاده الجمع، زي ما قلنا لا تاكل السمك وتشرب، فنهى عن ايه؟ عن امرين، عن ايوه عن الجمع. تفضل يا شيخ. فقال دون افراد احدهم، وهذا لم يقله احد، اي لم يقله احد يعني، هذا الذي تصوره سيدنا الامام لم يقل به احد، بس قال البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو لم يغتسل. تفضل. وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب. في النصب نعم، لا في المعية. لا في المعية أجل. أيوة. ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم. لا، من قبيل المفهوم. من قبيل الإيه؟ يعني ما دل عليه اللفظ لا محل النطق يعني. تفضل. لا المنطوق. وقد قام دليل آخر على عدم إرادته. تمام، دليل آخر يا شيخ. ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق كونا وتكتموا مجزوما كونه منصوبا، مع أن النصب معناه النهي عن الجمع. طيب كمل يا شيخ. تنبيه تنبيه. قال الطبري في قوله أثم إذا ما وقع آمنتم به معناه أهنالك، وليست ثم التي تأتي للعطف. أيوة طبعا، في آية قرآنية وأزلفنا ثم الآخرين. نعم. ثم بمعنى هنالك، فهو شيخ قال الطبري ده اللي هو صاحب تفسير يا مولانا. ها تفسير الطبري. نعم. قال في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، قال معناه أهنالك، يعني اعتبر ثم مش العاطفة يا شيخنا، لا ثم اللي هي ظرف إيه؟ ظرف مكان يعني. وأزلفنا ثم الآخرين يعني هنالك. طيب يعني وليست ثم التي تأتي العطف. نعم. ده كلام الشيخ الطبري. وهذا وهم. وهذا إيه؟ وهم. اشتبه عليه ثم المضمومة الثاء بالمفتوحتها. يبقى فيه ثم دي حرف عطف، وثم ده اللي هي ظرف إيه؟ مكان. هو التبس عليه الأمر. فقال يعني الشيخ، ونشعر يعني من كتابة الشيخ شيخنا إنه ما شاء الله متبحر يعني، قرأ كتب يعني كتب المعاجم وكتب شيخنا هو كتب التفسير وكتب البلاغة، فما شاء الله متبحر يعني. طبعا يعني أيوة طبعا، ما ربنا قال عن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لازم العالم يا شيخنا يصيبه يعني بحكم بشريته يعني. يقرأ كده ثم. يعني هناك فرق بين ثم وسمى. ثم دي حرف عطف تفيد الترتيب مع التراخي. وسمى ظرف. القرآن قال إيه؟ أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، تفيد الترتيب مع التراخي. فهمت يا شيخنا؟ أما ثم هي الحديث عنها الآن إن شاء الله. قال ثم بالفتح اسم يشار به إلى المكان البعيد، نحو وأزلفنا ثم الآخرين. يا سلام. وهو وأزلفنا ظرف لا يتصرف. هو ظرف مكان يعني. نعم. معنى لا يتصرف يعني لا يستعمل غير ظرف ولا يجر بغير من، زي عندك كده يا شيخ. زي عندك يعني جلست عندك، أو ده ظرف مكان منصوب علامة النصب بالفتحة. خرجت من عندك يعني لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا بالجر بمن فقط. هكذا أيوة. ولو كان من عند غير الله. فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيته في قوله تعالى. لا، مفعولا لرأيته
نعم مفعولا لرأيت في قوله لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت ثم اتفقنا على أنها إيه؟ اسم يشار به للمكان البعيد فاعتبرت ظرف مكانيا صح يا شيخنا؟ نعم غلط نشوف مين اللي غلط يا شيخنا هو طبعا فلما بناها للمجهول يبقى لم يذكر ايه الـ القائل يعني لعله من باب الستر عليه غلط من اعربه مفعولا برايته واذا رايت ثم رايت فقال ثم ده مفعول لكلمه رايت يعني رايت هنالك فهمت حضرتك رأيت هنالك رأيت المكان ده فاجعلها مفعول به لكلمة رأيت لأن رأيت تتعدى إلى مفعول أو رأيت زيدا بمعنى أبصرته يعني بعكس رأى القلبية رأى القلبية يا شيخنا تنصب مفعولين أقول وجدت المستشارة ناصحة فهمت ولا لا وطبعا العرب لما تستعمل كلمة المستشار لا يعنون به ما نعنيه الآن نحن أن المستشار يعني لقب فيه تعظيم وتفخيم لا هو المقصود بالمستشار ما خاب من استشار فاسم مستشار يعني يشير عليك بما يراه الشيخ صح يا مولانا؟ طيب على كل يعني الشيخ قال ده غلط 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 يعني ايه؟ طيب كمل يا شيخ ولا يتقدم ولا يتقدمه حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب طبعا لا يتقدم حرف التنبيه عارفين حرف التنبيه هذا هذا هذه حرف تنبيه لكن ذا ده اسم اشاره بذا بذا لمفرد مذكر اشر يعني شاور عن مفرد مذكر بكلمه ذا طبعا بعضنا عند الاعراب يقول لك هذا اسم اشاره خطا لازم يقول هاء حرف تنبيه وذا هي الاسم الاشاره فقال يعني بالنسبه لثم اللي بمعنى هنالك لا تتقدمها التنبيه ولا يتأخر عنها كاف الخطاب ما ينفعش كان يقول يا شيخنا ثم ك صح زي ذلك يعني هي مختلفة تماما عن الاسم صار اللي هو ذا ذا تتقدمها التنبيه وتدخل عليها الكاف ها زي ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه حرف الجيم يا شيخنا قال جيري بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس وبالفتح للتخفيف كأين وكيف طبعا سيدنا الشيخ فهمي قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن الأصل في المبني إيه؟ يبقى الأصل في البناء السكون ولذلك لما أقول لك جاء زيد أقول جاء فعل ماضي مبني لا يجوز أن تسأل وتقول لما بني لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن سببه إنما الأصل في البناء السكون فمن حقك أن تقول لما بني على الفتح ولم يبني على السكون هذا سؤال وجيه صح ولا لا هنا جاءت الفاء الحركة للفتحة دي للتخفيف لا يقول لك جاء يعني سكن الألف وسكن الهمزة فيجتمع عندنا ساكنان صح ولا لا فتخلصنا منهما بالفتح واللي يختاروا الفتح لان ده اخف الحركات يا شيخ اخف بعد الحركات فكلمه جيري جيري بالكسر على اصل التقاء الساكنين ليه يا ولادي اسمع يا سيدنا الشيخ جير يبقى الراء الياء ساكنه والراء ساكنه فتخلصنا منهما بالايه بالكسر اصل التخلص من التقاء الساكنين الكسر زي قالت امراه العزيز فهم يا شيخنا؟ طيب زي أمس كده لما أقول أمس أمس هسكن ميم والسين فلا بد أن تتخلص من إيه؟ لأنه لا يجوز اجتماع ساكنين فتخلصنا منهما بالكسر صح يا شيخنا؟ وبالفتح بالفتح لما أقول جيرا يعني هي جيري فيها اللغة الأصيلة فيها ها؟ جيري بالكسر ومعنى جيري بمعنى نعم يا شيخنا ها؟ وبالفتح جيرا أيوة زي كلمة أين وزي كلمة كيف صح؟
يبقى في لغة من كسر ده للتخلص من التقاء السكنين، وفي لغة من فتح ده للتخفيف. زي كلمة أين كمل يا شيخ. قال حرف جواب بمعنى نعم، لسم بمعنى حق. طيب حرف جواب بمعنى نعم، نعم سيدنا الشيخ قال عنها حرف تصديق للمخبر وإعلام للمستخبر ووعد للطالب. مرت معنا؟ طيب كامل يا شيخ. قال لسم بمعنى حق، فتكون مصدر لذهب إلى هذا الجوهري. طبعا الجوهري له كتاب اسمه إيه شيخنا؟ الصحاح، يعني 5 مجلدات، يعني 5 يعني 5 مجلدات ما شاء الله اللي هو فيه في اللغة يعني، صح؟ فهو شوف الشيخ متبحر ما شاء الله، يعني كان منذ قليل كان يرد على الطبري في التفسير يا شيخ، والآن بيرد على مين؟ على على الجوهري صاحب الصحاح، صح؟ أيوة. قال لسم بمعنى حقا. إذا سيدنا الجوهري ده قال إيه في المعجم يا شيخ؟ قال إني جيري بمعنى حقا. صح يا شيخنا؟ الشيخ خطأ في هذا. قال لسم بمعنى حقا فتكون مصدرا، يعني ما هو قال كده يا شيخنا الجوهري، قال ده يمين للعرب ومعناها حقا، يعني كلمة جيري هو اعتبرها قال ده يمين، يعني لفظ يمين عند قسم يعني. فلما يقول مثلا جيري لا أتيك، يعني حقا لا أتيك، يعني كانوا قال يعني والله لا أتيك. فهمت يا شيخنا؟ ده كلام مين؟ الجوهري. وطبعا قالوا لا، هو ليس اسم إنما هو حرف جواب بمعنى نعم. فهم يا شيخ؟ هل أنت مدرس تقول جيري بمعنى نعم؟ كمل يا شيخ. ولا بمعنى أبدا فتكون ظرفا. ولا بمعنى إيه؟ أبدا فتكون ظرفا. أيوة، يعني زي كلمة تكون ظرف زمان، يعني زي خالدين فيها أبدا. أبدا ده هو ظرف زمان. وإلا لأعربت ودخل عليها أل، يعني لو كان الظرف كانت تعرب، لكن هي وردت مبنية على الكسر يا شيخ. ولم تدخل. ولم تؤكد أجل بجير بجيري في قوله أجل جيري إن كانت مبيحة دعات. ولم تؤكد أجل بجيري، يعني لو قلت مثلا يا شيخ فهمي، هل سافرت إلى بلدك؟ فتقول جيري، ألا تقول أجل جيري، ما أجل بمعنى نعم يعني، فأصبحت جيري تأكيد لمين؟ لأجل. قال ده وأيضا ده خطأ يعني في قوله لو كان الظرف يعني من فعل تؤكد. أي نعم، لا تقول أجل بمعناها، صحيح، تقول بمعنى أجل فلا تؤكد. ما هو قال يعني هي ليست ظرفا، صح يا شيخنا؟ بدليل أنها لم تؤكد. بدليل أنها لم تؤكد. في قوله أجل جيري إن كانت أبيحة دعاته. قل البيت يا شيخنا. قال وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري إن كانت أبيحة دعاثره. النسخة اللي معاه هنا يا شيخنا قال أسافله، ده من البحر الطويل وزنه فعول مفاعيل فعول مفاعيل. قاله مدرس ابن ربعي الأسدي قلنا على الفردوس. الفردوس ده اسم روضة دون اليمامة، قاله الجوهري. والفردوس أصلا أو ماء لبني تميم، يعني مكان يشفنا ماء سموه الفردوس يعني، وده كان خاص ببني تميم قبيلة من قبائل العرب يعني، عن يمين الحاج من الكوفة. طيب ثم قال قال الضعائن الدعاسة. نعم الدعاسة، لا هو بيقول لك قلنا يعني قالت الضعائن النساء، يعني النساء هي ركب الهوجة يعني. على الفردوس أول مشرب، يعني أول منهل
هيصل هنصل إليه اسمه الفردوس، علشان يحط الرحال وينزلنا ويشربنا يعني، ونشرب منه اللي هو البستان المسمى بالفردوس يعني. فقيل لهن: نعم، إن خربت وأبيحت أحواضه المتهدمة فانزلن به، يعني لا يسمح لكن بالنزول إلا إذا خربت، لأن يعني أهل هذا المكان يحرصون هذا المكان. ثم قال: أجل جين، هذا الشاهد في الايه في البيت يعني، الشاهد في البيت تأكيد أجل بجين، فهما حرفان، وفيه رد لمن زعم إن الحرف ممكن يؤكد. هل أنت طالب عندنا؟ تقول نعم نعم. هل أنت أستاذ؟ لا لا. صح يا شيخ؟ فده تأكيد للحرف، ده دليل على أنها حرف وليست اسم يا مولانا، لأن الحرف هو الذي يؤكد لكن اسم لا يؤكد. تفضل يا شيخ. ولا قوبل بها لا في قوله: إذا تقول لبنة العجير لا إذا تقول جيري. هذا من البيت، البيت من بحر رجز، وبحر رجز وزنه مستفعل مستفعل مستفعل، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. لم يعزل أحد يعني، لم ينسب إلى أحد، إنما سمع فقط لكن لا يعرفون قائله. إذا تقول لا ابنة العجيز أو ابنة العجيري أو العجيري، لا ابنة العجيري تصدق لا إذا تقول جيري. العجير ده مصغر أعجر، وده صفة لمن إيه من عجر بمعنى فرح فرح يعني. طيب، هو يقول إنها تصدقت هذه المرأة يعني، إنها تصدق إن قالت لا، منعت وظنت، ولا تتصدق إن وعدت. أين وجه الاستشهاد بهذا البيت يا أولاد؟ أيوة، قال الشاهد فيه مقابلة لا بجير، فهما حرف جواب، ولو كانت جير اسما لما قوبل بها لا، لأنه قال يا شيخنا أيوة تقول لا ابنة العجير تصدق لا إذا تقول جير، فدي في مقابلة يعني بعد لا ما بعد لا يقابل ما قبلها يعني، هذا يدل على أنها حرف وليست اسم يعني. كمل يا مولانا. وأما قوله وقائلة أسيت فقلت جيل، هذا البيت من بحر الوافر، الوافر عبرة رقى طباعي مفاعلة مفاعلة مفاعل. قال وقائلة، ده بسموها ورب يعني، ورب قائلة. والعجيب الحرف الوحيد في لغة العرب الذي يحذف ويبقى عمله هو رب، لا يوجد في لغة العرب حذف حرف ويبقى العمل بعد حذف الحرف يعني، إلا رب فقط بس، كما قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله. أصله هو رب ليل، هي الوحيدة بس في لغة العرب اللي ممكن تحذف ويبقى عملها، والقبلات اسمها هو رب يعني. فلما قال وقائلة يعني رب قائلة، ورب لما تدخل على النكرة كده. قال الحريري: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذن رب مختصة بالدخول على النكرات. فقال وقائلة يعني رب امرأة تقول أسيت بمعنى إيه؟ حزنت. فقلت جيري يعني معناها نعم يعني، وسي إنني من ذاك إنه. معنى البيت قال رب امرأة تقول حزنت وأسفت فأجبتها بنعم، أنا حزين من أجل ما لقي بنو أسد من التزود بالغريبات من المتاعب والمصائب يعني. بني أسد قبيلة من قبائل العرب، فهذه القبيلة تزوجت من غير أبنائها، فواجهت صعوبات كثيرة. وده يعني حكى لي أحد الناس
زمان يا شيخنا كنت تقابلت معه في المسجد، فهو قال أخبرنا أنه مصري لكنه ذهب إلى أمريكا وخذ الجنسية يعني، وبعدين تزوج امرأة واخد بال حضرتك. فالعجيب هي كانت غير مسلمة وأسلمت، ولما تزوجها ارتدت عن الإسلام وأخذت أولادها وأدخلتهم في دين غير الإسلام، فبدأ الرجل متحسن يعني. أو ده يشبه الكلام اللي بيقوله الراجل ده، وقائلة أسيت ها أسيت فقلت جيد، أسي إنني من ذاك إنه، يعني هو الرجل ده يعني كل حزن وأسى لأن أهل قبيلتي تزوجوا من غير قبيلة بني أسد، فأصابهم إيه يعني هم شديد من هذا الشاهد. يا شيخنا إيه شيخ الشاهد قال جير بالتنوين، جير حيث دل استدل بالتنوين على اسميته وخرج على وجهين. طبعا بعض العلماء لما ذكر هذا البيت قال التنوين خاص بالأسماء بالجر والتنوين والنداء، وقال ومستد الاسم التمييز الحصر. فبعض العلماء قال لا، جيري وردت منونة، وطالما نونت معناه أنها اسم وليست حرف كما قال إيه. طبعا الشيخ يرد على هذا القول كم يا شيخ، فخرج على إيه؟ على وجهين، أن الأصل جيري إن بتأكيد جيري بإن. طبعا إن دي ممكن تأتي بمعنى نعم يا أولاد ها؟ يعني سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه ايوه جماعه، هو اسمه يا شيخنا هو يعني ابن بنت اسماء بنت الصديق، يعني اسماء بنت ابي بكر الصديق، كان معها ابن يا شيخنا، هو زوجها اسمه ايه؟ الزبير. الزبير المعروف هو عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير أتاه رجل، وكان ساعتها هو خليفة المسلمين بالنسبة لمكة والمدينة المنورة، فهم يا شيخنا؟ فلما نزل هذا الرجل على علاقته بدأ يسأله يعني أن يعطيه مالا، فلم يرضى، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك، قال إن وراكبها نعم ولعن راكبها. ففي البيت يا شيخنا جيري إنني، إن هنا بمعنى نعم، وده أخرج عليها قراءة من قرأ إن هذان لساحران. إن هذان معروف إن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن جاء الاسم إيه شفنا مرفوع، يبقى إن هنا بمعنى إيه؟ نعم نعم هذان لهما ساحران. تفضل يا شيخنا. والثاني قال ثم حذفت همزة إن وخففت. أيوة التخريج الأول، أن الأصل جير إن بتأكيد جير بإن التي بمعنى نعم، يبقى أصلها شوف جير إن حذفت الهمزة تخفيفا، صح يا شيخنا؟ وبعد ما حذفت همزة إن خففت، يعني بدل إن صارت إن يعني بعد الحذف نون سكنة. النون دي هي ذا التنون يا شيخنا، زي لنصف عن بالناصيه، لنصف عن هي نون لكن بتنطق ايه تنوين، صح؟ نعم صح. فضل يا شيخ. الثاني ان يكون شبه اخر النصف باخر البيت فنونه تنوين الترنم. طبعا تنوين الترنم ده يا اولادي بيدخل الحروف، مذكور في كتب النحو يا شيخ ها؟ نعم. لما قالوا ايه فقل اصاب يا اصاب بن، ده اسمه تنوين الترنم، يعني يقلب الالف نون عشان تحدث نوع من انواع الموسيقى يعني ها، ده اسمه تنوين ايه يا شيخنا؟ ترنم. ده يا شيخنا لا علاقة له بالاسماء، بيدخل الحروف يعني. قالت بنات العم يا سلمى وان كان فقيرا معدما، قالت وان، سمعنا يا شيخنا؟ ده اسم تنوين الترنم. فضل كمل يا شيخ. فنونه تنوين الترنم وهو غير مختص بالاسم ووصل بنية الوقف. وصل، عارفين انه وصل بنية الوقف دي يا شيخنا؟ ايوه، يعني زي قراءة سيدنا قنبل. قرأ يا شيخنا؟ ايوه، ابن كثير. قرأ في قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يتقي قال ويصبر، يعني جعل من اسم موصول وليس الشرطية، قال إنه من يتقي، صح؟ هو الوحيد اللي قرأ كذا، من يتقي جعل اسم موصول، قال ويصبر، المفروض يقول ويصبر، يعني المعطوف على المعرفو، لكن وصل بنية الوقف، لأن حالة الوقف هيقف بالسكون، إنه من يتقي ويصبر، لكن وصل الآية بنية الوقف، هو ده اللي أبي يقوله. هات لي كم بشيء. جلل حرف بمعنى نعم. أيوة إحنا حرف، طيب نقوله حرف. هنا من جيد. يلا هات الجلل. نعم، قال حرف بمعنى نعم، حكاه الزجاج في كتاب الشجرة، واسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجل. أو أجل. العجيبة ما شاء الله، شوف شقة يعني دقة سيدنا الشيخ رحمه الله، قال جلل حرف بمعنى نعم حكاه الزجاج. ما معنى حكاه الزجاج؟ يعني سمع بعض العرب تقوله، فهو يحكي ما سمع، يحكي ما سمع يا شيخ، واخد بالك المولى؟ أيوة، هو سمع فحكى ما سمعه، لكن كثير من حال لم يسمع، لكن من سمع حج على إيه؟ قال حكاه الزجاج في كتاب الشجرة. وسبحان الله بيدلنا على كتب، يمكن أول مرة نسمع، يعني أول مرة أعرف إن الزجاج ليه كتاب اسمه الشجرة يا شيخ. ده معناه يا شيخنا سبحان الله رجل إيه متبحر. العجيب مات وهو سنه 50 سنة يا شيخ، وكل هذا العلم وهو لسه سبحان الله فريع عن شبابه رحمه الله. قالوا تستعمل اسمه بمعنى عظيم أو يسير أو أجل، فمن الأول اللي هو بمعنى عظيم. قال الشاعر يا شيخنا، قومي هم قتلوا أم ينا أخي فإذا رميت تصيبه سهم. قولي قومي هم قتلوا. أيوة، قومي هم قتلوا أميمة، طبعا أصلا أميمتها يعني، ولا أميمة أخي، فإذا رميت يصيبني سهم، فلئن عفوت لعفون جللا، ولئن سطوت لأوهين عظمي. طبعا البدة مفهوم يا شيخ، يعني لو ابن عمك، يعني ابنك وابن عمه كلاهما ضرب الآخر، فبتقول يعني هعمل ايه في القصة دي؟ هو نفس اللي حصل يا شيخ. صحيح. فقوم هم اللي يا شيخنا اللي قتلوا مين؟ طب هيسأل منهم ازاي؟ ما هم ناس وعشيرته، صح يا شيخنا؟ هذان البيتان من بحر الكامل، وبحر الكامل وزنه متفاعل 6 مرات، جمع الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. معنى العام للبيت، يقول يا سيدنا الشيخ، طيب المعنى شيخنا يقول قومي هم قتلوا أميمة أخي فإذا رميت يصيبوني سهمي. أنت لو رميت بالسهم يرتدي ليك، لأنه ده ناسك وأهلك يعني، صح يا مولانا؟ طيب إذن الشاهد من كلمة إيه؟ لما قال فلئن عفوت لعفونا إيه؟ جللا بمعنى عظيم، يعني أمر جليل وعظيم يعني. تفضل يا شيخ. ومن الثاني قوم امرئ قيس وقد قتل أبوه، ألا كل شيء سواه جلل. سواه ولا بمعنى يا شيخنا؟ جلل هو بمعنى يسير. أيوة بمعنى يسير. ألا كل شيء سواه، يعني أي شيء غير مقتل والده يبقى يسير. أخذ مالك مش مشكلة، أخذ دارك مش مشكلة، فلان سطع على كذا ليس مشكلة، كل شيء يسير بالنسبة له يعني، ها؟ غير والده يعني. كمل يا شيخ. ومن الثالث قوله فعلت كذا من جللك. أيوة، يعني إيه من جللك؟ يعني من أجلك يعني، معناها من أجلك يعني. هذا مولانا أو أجلك، ليس أو أجلك. نعم. اسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجل، ليس أجل، على سكون الجيم. أيوة أجل، أجل. ليس أجل يعني. طيب ماشي. وقال جميل رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. برضو يعني من أجله يعني. فقيل أراد. يعني رسم دار، رب رسم دار، يعني ما بقي من آثار الديار بعدما هدمت وهجرها أهلها يعني.
وقفت في طلله، يعني يقف كده كما قال امر القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. صح يا شيخنا؟ فقالوا ده في براعة استهلال، لأنه بكى واستبكى ووقف واستوقف وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيتي يا شيخ، فقالوا ده من إيه؟ من براعة الاستهلال. نكتفي بهذا ونقرأ إن شاء الله الأسبوع القادم حاشة، ونسأل الله الكريم المنان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين.